بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. البنات ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم المطلوع ولا الخميرة كيما راكم تشوفوا شهيتكم في الجنة ان شاء الله. انا هنا درتها مع لوبيا يعني غدانا، حبيت نشارككم فيه ان شاء الله تعجبكم. نبداو على بركة الله في المقادير. انا هنا يعني اللي ما تعرفش تكيل بالباط تاع الطماطم، باط تاع الكيلو درت 1.5. عندنا الخميره، السكر، الملح، السينوج، الزيت والماء دافي اكيد. نبداو اول حاجه نحطوا السكر والملح الخميره. شوفوا ملاحظه برك، كل علبه يعني هذيك باطه تاع الدقيق بمغرف صغيره ملح ولا سكر ولا زيت ولا نفس للكيل يعني. ان شاء الله راكم فهمتوني. فقط احنا نقولوا كار تاع الطماطم، الكار تاع الطماطم هذاك يعود معمر دقيق، كل واحد كار دقيق بمغرف سكر بمغرف خميره بمغرف ملح. هنا نضيفوا الماء بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه مليحه تعود ناشفه شويه باش طاوعنا كي نعدو نعجنو فيها. وانا هنايا راني نسيت الفارينه، عندي زوج مغارف فارينه نسيت ما رحتها لكمش في الاول. نخلطوها معاهم اكيد ونعاودو نخلطو العجين تاعنا مليح ونخلوها تتخمر. عشر دقائق. هنا تكوني موجده صرافط نتاع الخميره نتاعك، رشهم بشويه فارينه نبداو في العجين. اول قاعده كما تعرفوا العجين لازم طول تعجنيه وهو ناشف، يعني ادلكيها بشوي كيما راكم تشوفوا. يعني اللي ما تعرفش تتبع برك تفهمني، ادلكي مليح ونرشوا اليد نتاعنا يعني ما نكبوش الماء بالياسر، نرشوا بشويه وندكوا ميم طون كيما راكم تشوفوا كل مره حتى نتحصلوا عليها عجينه طريه ومتماسكه وتكون معجونه مليح اكيد. يعني هذه العمليه 3 مرات 4 مرات سادي بون كل دقيق كيفاه، واللي تتعب تعجن شويه وتخليها تريح شويه، تعجن شويه وتخليها تريح شويه، هذيك تعطيكم يعني نتيجه احسن ثاني. هنا بعد ما تعجنت كامل نديروا لها مغرف صغيره فقط زيت في الاخير، يعني نعاودوا نعجنها شويه برك ماشي ياسر. هنا نقسمها على 3 قرص ولا خبزات وهكا ندخلوها شويه بك في بعضها كيما راكم تشوفوا. ونحطوها في هذوك الصرافط اللي رشينا عليهم الفارينه. نخلوهم 2 دقائق برك تريح العجينه ونعاودو نفتحوه بالحلال ولا باليد ولا يعني كل وحده كيفاش تحب تحل العجينه نتاعها. نحاولو نديروها دائره ما تعودش خشينه ياسر ومام طوم ما تعودش رقيقه ياسر، يعني السمك نتاع القرصه يعود 0.5 سنتيمتر ولا تقريبا سنتيمتر، مازال سنتيمتر معليهش. هنا نغطوها ونخلوها تطلع مليح
ونكونوا يعني من جهه اخرى مجدنا الطاجين تاعنا، شعلنا الطابونه وحطينا الطاجين يسخن. هنا نلوحوا القرصه تاعنا ونقلبوها يعني زوج دقائق قد قد ونقلبوها. كي تشوفوها بدات تطلع تنفخ ثقبها هكا بشويه بالسكين ولا بالعود ثقاب ولا، ونقعدوا ندوروا فيها حتى تجينا شكل احمر يعني تحمار. هنا في هذه الحاله من بعد نعاودوا الحاشيه كذلك نطيبوها حتى هي نحمروها ما نخلوهاش بيضه. هذه هي هنا اختياري اللي تحب تدهنها بشويه زيت زيتون ولا شويه زبده ولا صفار تاع البيض، يعني صفار البيض في حاله ما تكون في الطاجين نحمروها بصفار البيض، يعني اختياري اللي يحب يخليها ناشفه هكذاك يعني ثاني مليحه كل واحد وذوقه. نفس الطريقه في القرصه الثانيه والثالثه. انا حاولت نفيدكم يعني ان شاء الله المبتدئات يعني ما يخافوش من الخميره سهله طول، تبعوا طريقه فقط. هنا بعد ما طابت نقصها قدامكم كيما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش جات طالعه مفشفشه الله الله. انا هنا مدايره غدايه لوبيا حبيت نقدمها معاها. لحقنا للختام، اذا عجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالاعجاب والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم الجديد. ما بقى لي غير نقول لكم سلام وخليكم مع صور تاع الخميره. الكناري